المصنع ده كان تحت امر عبد الفتاح السيسي في ان هو ياخد حديد باقل من سعر التكلفه، وده كان سبب من ضمن الاسباب في خسائر المصنع، ان هو بيعمل قمر حديد للكباري اللي هو بيعملها داخل المصنع وبياخدها باقل من التكلفه، فطبعا المصنع لازم يخسر. لازم يخسر المصنع لما يبيع الخردة بتاعته بالإجبار لأحمد أبو هشيمة، وبدل ما هي ب 3 مليار ونص بياخدها ب 230 مليون جنيه، ودي قضية فساد زيها زي فساد مصنع الدخيلة اللي خده أحمد عز، والمفروض إن يتم يعني رفع قضية في هذا الشأن في مصر زي ما حصل في قضية الحباك مثلا في مصنع المراجل البخارية، وقضية أحمد عز في مصنع الحديد، وتم من قبل إغلاق مصنع حديد آخر اسمه مصنع أبو زعبل. مصانع الحديد دي هي اللي وقفت مع مصر في حرب أكتوبر وبنت سور مضاد للصواريخ.